وإذا ما تعبدين هلأ رح كون يتمتع، عم تفهمي علي؟ شلون بدي طلع بوش لارا؟ لا تشغلي بالك، ما رح يصير هيك شيء. أنا حاسة إنه رح يطلع منا. عمي مانك ناوي تروح؟ لا بس والله ما بصير هيك، أنت ما لازم تتعب حالك. يعني هاي الأولاد صاروا بخير وتطمن، نحن عندهم. طالما الكل هون انا بجوز اعجب. لا مو هيك عمي، استغفر الله. يعني قاعد ما عم اساوي شيء لاتعب. خلص بقى كمل لنا قلب الزعرور. ست صفيه، انت شو جابك لهم؟ ليش هيك فكري بيك؟ ما حدا منكم بخبرني؟ مشان وضعك، لساتك مريضه. ايه صحيح، ما قدرتي تطلعي لحالك؟ انا مشان بنتي مستعدة اطلع على السما، يلا خلوني شوفها. ايه ماشي، تفضلي. تعي نطلع نشرب قهوة برا. ولا صار لازمنا. بس بالاول لازم تروح تشوف بابا. تروحي معي؟ لا، قالت لي بانا اجا انور وهو بالكافتيريا، انا نازل عندي. طيب ماشي. والله كثير مناح، مو مصدقه؟ هلا بتشوفي بعينك. ايه يا بنتي، والولد ان شاء الله منيح؟ هي نور ما تغذت منيح، الدكتور قال انه هذا الشيء ممكن ياثر بس يعني مو خطير. اخ قدروا لطف، خلينا ما نفكر بهالشغلات المو منيحه. اخ يا ستي، يا قلبي حبيبتي. يا عمري يا حبيبة قلبي، طمنيني. أنا منيحة، أنت كيفك يا روحي؟ أنت كوني منيحة وأنا بألف خير. اشتقت لك. آه يا ستي. لا تبكي يا عمري، مشاني لا تبكي، ليكي أنا جنبك. ستي أنا تعبانة كتير، يا ريت تبقي جنبي على طول. يا ريت يا ستي. لا تزعلي يا روحي، كل شي بيتصلح وفي حل لكل مشكلة. وحياتي بحياتك، لا تزعلي على شيء. روحي نور عيوني. كنت نايم عنده بالغرفة، لما فقت الصبح ما لقيته. تأكدت انه مهند رح يقتله؟ ايه اكيد. قامت نور هي اللي قتلته. ايه كيف صار هيك؟ كان عابدين بده يقوص على مهند، قامت نور أخذت السلاح اللي كان على الأرض وقوصته ثلاث رصاصات. والله النور مو قليلة، أنا ما بقدر أعملها، أنا بخاف أحمل السلاح. الخوف بينتسى بهالحالة، أكيد هيك صار، كان هذا الحل الوحيد. غريبة، ما تخيلت أبدا يصير هيك شيء. بصراحة بعد اللي صار فهمت إنه نور بتقدر تعمل أي شيء مشان مهند. مزبوط، ما عندي أي شك بهالشيء. إيه شو رح يصير هلأ؟ نور قوصت الزلمة ويمكن يموت. معقول تصير مجرمة؟ شو رح نساوي؟ أنا ما بظن يصير هيك شيء، أصلاً هي الضحية، هو اللي خطفها. بس ما منعرف شو اللي صار بهديك الفترة. وهي ما حكت بالموضوع؟ ولا جابت سيرته ولا اللي صار معه مو سهل، الله يكون بعونه. كل شيء عملته نور كان دفاع عن النفس، يعني تصرف نور مبرر لأنه كان الهدف منه وقف التهديد من الطرف الثاني. تعرف لو القصة بإيدي كنت بتمنى يموت بأقرب وقت ممكن، بس خايفة تسوء حالة نور. وليش شو هالكلام؟ ما بصير نشمل. يعني بعد اللي عمله بدك يعني اشفق عليه أنوار؟ إيه ما تواخذني، أنا بعرف إنه نور حاسة بتأنيب الضمير، مزبوط معها حق، بس مو بإيدي شو بساوي؟ اللي بقلبي بقوله. يعني من بعد إذنكم أنا بوافق دانا على كل شيء قالته. أنوار، هلأ مو هدول اللي كانوا عم يقولوا قبل شوي إنه ما فيني أحمل سلاح وما فيني أوز؟ شوف هلأ صاروا مجرمين محترفين قدامنا. الله لا يوقع حدا بين إيديكم. شريفة ليش ما راح بابا على البيت؟ قلت له وما رضي، بدك يرتاح حكي أنت. لكان لا تعز بحالك، انا قلت له كمان وما رضي. روحي انت كلي لك لقمه، بتكوني جعتي. ماشي. بتحبي اجيب لك شي معي؟ لا
لا يسلموا، مو جاي على بالي. عمي بدك جيب لك شيء؟ لا. ايه. ها ليكن قاعدين هون؟ ترجع؟ امتى رجعت؟ اوه صار لي زمان. الحمد لله على السلامة. شكرا مرت عمي، تسلمي. عايدة طليقته لعبدين. وام لارا. عن جد؟ بهاليومين اللي مروا ساعدتنا كثير. ما كنت حابة نتعرف بهيك ظروف. أنا حاسة بوجعكم. بالإذن أنا لازم أروح أشوف الست نور. وأنا بدي أشوف مهند. هلا هي هي مرته؟ كيفك هلا؟ أحسن؟ أحسن منك. أصلاً أنا زعلان منك كثير. أنت شلون بتتركني وبتهرب؟ مين كان بيعرف شو رح يصير؟ شو بعمل؟ ما كان فيني عرضك للخطر. إمتى جيت؟ من شوي، بس الدكتور منعني فوت لعندك. شفت نور؟ كيفها؟ ليش ما اجت لعندي؟ ما خلوها، لساتها تعبانة. دانا قالت لي انها منيحة. معقول الحكي؟ انا وهي بنفس المكان وما بقدر اشوفها. هلا هذا اللي شاغل بالك؟ فيك تهرب لعندها. اذا ما بدك يعني اهرب ساعدني. يلا يلا. خير شو صاير له؟ ما في شيء، تعال ساعدني. على مالكم. يا الله اسفه كثير. ليش انت شو دخلك؟ انا كان فيي نبهك، حاولت خبرك بس ترددت، خفت عابدين يعصب ويأذي لارا وما عاد تشوفها. بس ما كنت بعرف انه رح يتمادى كل هالقد. معلش انتهت، كل شيء مضى. مهند حبيبي شو عم تعمل هون؟ اشتقت لمرتي. ايه بس انت ممنوع تقوم من سريرك. مثل ما لك شايفه كالعاده بخالف القوانين. كيفك؟ أنا منيحة، المهم أنت كيف صرت؟ منيح؟ رح كون أحسن إن شاء الله. يلا أنا لازم أروح. الله معك. وأنا كمان حأستنى برا. طيب ستي. سلامتكم. شكرا. تفضل. شكرا. قرب لهون. وهلأ صرنا لحالنا. كيفك حبيبتي؟ اشتقت لك. وابننا كويس ورح يصير احسن.